السودان لما كان عبد الحق بن شيخة ومدرب المنتخب الجزائري المحلي وصل إلى الدور الأسفنية. أسامة درفلو، درفلو العرضية، ماريو تابعة، انطلاقة من حمزاوي مرة أخرى، بد بودا يسدد الجول، جول الجزائر تتقدم مشاهدينا الكرام. سفيان بن دوم كلام الحلف ثانية للمنتخب الجزائري، بد بودا يسدد، ومتابعة مثالية جزائرية. سفيان بن دوم كان عم يستغل هناك ودفاعي على مستوى القائمة الثاني، ماذا فعل النشنوش؟ لم يتحكم في هذه الكرة، هذه الإعادة مرة أخرى. أسامة درفلو على العرضية المتابعة من معاد، تصل لبن بودا الدائرة اليسار، يصعد من الجهة اليسرى، نعم يسدد قوية ومتابعة مثالية من سفيان بن دبكة، اللاعب الذي كان غايب في مباراة الذهاب. شوف النشنوش، غياب المراقبة لأسامة، هنا سفيان بن دبكة، نعم سفيان يتمكن من منح الأفضلية للمنتخب الجزائري. خطأ على مستوى التغطية، وسفيان بن دبكة نعم ينجح في منح الأفضلية.